شحات قرآن دوت كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
فاصبر على ما يقولون ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ذلك حشر علينا يسير ومن الليل فسبحه وأدبار واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يخاف
والسماء وما بناها
وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. لا لا إله إلا الله والله أكبر. ولله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم you
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شحات قرآن.com